أكو منهج بتدمير هاي الأجيال، ولا نكتفي عند هذا الحد. عندما يأتي التعليم الأهلي، وما أدراك ما التعليم الأهلي، ولماذا صنع التعليم الأهلي، ومن يقف وراء التعليم الأهلي، ومن الذي يستثمر بالتعليم الأهلي، وماذا قدم التعليم الأهلي، وما هي الخروقات في التعليم الأهلي، وكيف تتم الصفقات في التعليم الأهلي من اشتعل وهلي. هذا الذي يحصل. أكو واحد يوم طلعتولكم من التعليم الأهلي طالب متفوق، مخاطر التعليم الأهلي تصير مراجعة، هل يساوي التعليم الحكومي؟ هل التعليم الأهلي ارتقى بالمستوى؟ هل القوانين التي تضبط إيقاعات التعليم الأهلي قوانين حضارية؟ هل الاختصاصات بالتعليم الأهلي كافية؟ ولذلك طالب يجيب شهادة كلية الطب من بريطانيا، من ألمانيا، من أوروبا، من الدول المتقدمة، من يجي يقول له لازم تعادلها. لذلك أنا أدعو إلى كل مسؤول لديه شرف أيضا أن تعادل شهادات التعليم الأهلي إذا كانت هنالك ضرورة وكان هنالك حرص. وقد أفردت حلقات في هذا الموضوع، وسأبدأ بملاحقة التعليم الأهلي من الآن، واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى، لأن هذا الوضع تدمير مدفوع الثمن للعراق. وأنا أشهد الله أنني قد بلغت الآن وقد سبقت بتبليغي هذا، وسوف أستمر.